احنا دابا في محطة المسافرين بالدار البيضاء كازا فواياج الى مدينة طنجة. وطنجة العالية راسي وما داز عليه باقي. يرحب بكم على متن القطار الفائق السرعة رقم 1009 المتوجه إلى طنجة المدينة. نتمنى لكم رحلة سعيدة. سينيالي تو بولي اوبجي كي فو باغي ابوندوني. مرحبا بكم في طنجة. هذه المحطة ديال طنجة، محطة القطار مسافرين مدينة طنجة. المغرب شحال زوين، الله يلا المغرب واعر. دابا كنت خاير راسي انا في كندا، ملي جيت طنجة ويلي ويلي، شو الشجار والخضورة كلشي واعر تبارك الله. والكوار هما كاينين حتى الكوار، ملي كيبانو كالكوار سافرك في اوروبا. هادو معنا دابا في تطوان، غادي نركبو باش غادي نمشيو للمارشي. المهم جينا غير في الطاكسي، المهم خليكم معنا وما تشوفوا تخلصوا لي والله يخليكم. شحال البلاصه؟ 10 دراهم. مرحبا، احنا في تطوان نشدو دابا طاكسي صغير وغادي نوصل للدار. يلا ماما الفيديو. كيف ما تلاحظوا معايا دابا حنا جينا هنا رياض صوفيا، هنا في مارشي لقينا كرة يعني ما بين 400 حتى 500 درهم لي زابارتومو. المهم ماشي مشكل، الدنيا هنا زوينه، كلشي قريب من البحر، قريب صحاب الماكله. المهم غادي تشوفوا كلشي. المهم مارشي راه زوين، ومرحبا بكم في المغرب وفي تطوان كامله. المهم غادي نشوفوا المضيق كاسيا في الرينكو مارينا سمير اي بلاصه. خليكم معنا والله يدير الخير. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما قلت لكم الكرة ما بين 400 حتى 500 درهم، حنا لقينا 450 درهم. فوالا هذا هو الصالون، كيف ما كتشوفوا الصالون زوين، داكشي ناضي، الدنيا نقية، وكاين ضروري شحال درنا واحد التجفيفة زوينة. اجيو معايا دابا لاكويزين نشوفوها حتى هي كبيرة. المهم كيف ما كتشوفوا لاكويزين فيها ليسباس كبير، الدنيا نقية، جليج فينيسيون قبس داكشي ناضي. المهم عندنا هنا شوفو إلكتريك، وكيف ما قلت لكم بالنسبه للكرا 150 درهم في هاد لابيريود هادي، ولكن في شهر 8 من بعد كتولي واصله حتى 1000 درهم. المهم عندنا هنا
دار في اي بي داكشي مصلوح زوين ماكينه عندنا ثلاجه جديده كلشي جديد اجو معايا نوريكم هاو شي عندكم دوش دوش هو زوين المهم داكشي هو الدوش نقي المهم داكشي الله يعطيهم الصحه وندخلوا دابا نشوفوا بيت النعاس هذا هو بيت النعاس بيت النعاس كبير عندك هنايا كيطل على الجهه هادي والجهه اخرى كطل المهم كطل على الجوج جوال المهم انا بغيت غير نشارككم يعني بغيتو تجيو هنا لتطوان مارشي بالفنيده ولا المهم الدنيا راه زوينه المهم الله يدير الخير وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وخليكم معنا الله يدير الخير فوالا لي زامي بعد ما دوشنا وارتاحينا دابا غادي نمشيو نتغداو نشوفو شنو غادي ناكلو في الغدا وغادي نمشيو نكملو النهار في البحر حيت يلاه دابا جوج وربع المهم خليكم معنا يلا بعد ما نزلنا من الطاكسي غندخلوا عند مول المحل هذا عند الحوش شويه اجوا معايا نشوفوا شنو عندنا كيف ما طلعت عنده هنا ميكس سلطات يعني تختار اللي بغيتي هنا قطيبنا ديال الكبده ديال الدجاج الكفته فوالا حطوا لنا شويه الزيتون والمصارات بايلا اللوبيا ومن بعد هنا عندنا لي بواسون فريتير وبالصحه والراحه الحمد لله بعد ما عرقناها ها البحر قدامنا تريحوا شويه ندير شعوبه خفيفه المهم الله يدير الخير خليكم معنا وكيف ما كتلاحظوا معايا هنا في مارسيا كاين هاد الاوتيل اميه وكاين هنا لي ريستورون الناس اللي باغيين يجيو هادو كاع ريستورون فيهم الماكله والدنيا زينه وها المدخل ديال الشاطئ اجيو معايا والله الا بعد عناء طويل وجهد كبير لقينا جوج كراسي وسط الفراش ولاش كامل والله ما كاينين الكراسي المهم البحر زربيه زوين شوفوا معايا البحر كيفاش داير انا دابا غادي نوض ندير لها واحد التشبيله شكون نايضه نوض خليها عادي الميلودي البحر نعمة وحق الله سبحانك يا رب الحمد لله وشكرا راه غنموت الصاد وما كنتيش اسيدي ربي كنحمدوك على النعم اللي عطينا جبان كلبان الكبار كل شيء كاين فوالا لي زامي كيف ما كتشوفوا معايا النهار ها هو سالا تبحرنا حنا باقي ساندين المهم كنشكركم على المتابعه في قناه الشاف شادلي ونشوفكم شي فيديو قريب ان شاء الله وباقي جديد وشكرا لكم وكنحبكم باي باي.